إذن كما تبعتوا معنا، عملية تسليم المواضيع لرؤساء المراكز كتتم وفق واحد البروتوكول خاص، تأكد من الرقم السري ديال الأكاديمية، ثم أنه كندوزوا معه الأظرفة كاملة، كنعاودوا نعطيوه واحد الرقم جديد، كود جديد اللي هو كيفتحوا من بعد مع الـ مع الـ مع اللجنة عنده في المؤسسة. بطبيعة الحال كل هذه التدابير في إطار احترام الشروط الوقائية الصارمة، تعقيم اليدين يعني القفازات، تعقيم الأرجل، التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة الجميع. السلام عليكم. أنت تتواجدوا بمركز امتحان ثانوية الخياطة تأهيلية، بعد ما جبنا مواضيع ديال الامتحان البكالوريا السنة الثانية من المديرية، لأن تنقصر تكونوا متواجدين تبع الساعة الرابعة نكونوا داخل المديرية، نعم، تنأخذوا الحقيبة المؤمنة بصحبة داركي، تناخذوا الحقيبة ونجيبوها للمركز في هذا الوقت هذا اللي هو الساعة الآن ربما راه 34 دقيقة، تنجيبوها تندخلوها للقاعة المحصنة تتسد عليها بيد ما يوصل وقت وسارت واحد اللي عند رئيس مركز الامتحانات، نسدوا على هذيك المواضيع هذيك الحقيبة داخل هذيك القاعة المحصنة، ريت ما يدخلوا الموظفون أولا ثم التلامذة التي المرشحين التي يدخلوا 45 دقيقة قبل إجراء ديال الامتحان. كيف لاحظتم أنه المراقبين تتواجدوا في عين المكان بساعة قبل من وقت الإجراء؟ الآن من تيجي وتدخلوا كيف لاحظتم وراكم مخطيتوا صور ديالهم، تيجي بحسب التشوير الأرضي توصلوا لقاعة المراقبين، طبيعة الحال تياخذوا الكمامات ديالهم والفيزيوال الوقائية. كاين عندنا قاعة المراقبين هنا فين تيتوزعوا الادوار وتياخذوا اوراق التحرير واوراق المسوده والعده كامله، تياخذوها من حتى من تعقيم التلامذ ملي تيعطيوهم الاوراق، تياخذوا لي ليغون وتيمشيو يلتحقوا بالاقسام اللي غادي يقوموا بها الحراسه. Thank you.
حفاظا على سلامه التلاميذ. درنا تشوير في القاعه في على الارضيه الساحه وخدينا بعين الاعتبار مسافه الامان بين التلميذ وتلميذ اخر. تيوقفوا التلاميذ الان قبل ما تلحقوا الاساتذه المراقبين الاقسام ديالهم اللي جاوا قبل بساعه. الان التلاميذ هما بداو يدخلوا لان خصهم يدخلوا بساعه الا ربع قبل. اليوم احنا في اليوم الثاني للامتحان الاجتياز الامتحان لشهاده البكالوريا عام 2020 نظرا للظروف غير المعتاده، فنحن مضطرون لاجتياز هذا الاستحقاق لنفوز به عن جدارة واستحقاق، ونظرا للظروف التي حتمت علينا جائحة كورونا كما معروف، فنحن نقوم بالإجراءات اللازمة كيف جميع المؤسسات وجميع من نوصلوا قدام المؤسسة. كناخذوا مسافة الأمان، كندخلوا واحد بواحد، كنديروا التعقيم الرجلين اليدين، كناخذوا الكمامة، كيعطيونا القناع، موفرين لنا الوسائل لضمان الصحة سلامة صحتنا، وكندخلوا واحد مورا واحد واحد تلو الآخر، كندفعوا ثاني الرجلين ديالنا وكنديروا الصف، ومن بعد كلتحقوا بالأقسام ديالنا في احتراما لمسافة الأمان بالكمامة والقناع. الان غادي نقوموا بعمليه فتح الحقيبه المحصنه في القاعه المحصنه ديال الامتحانات بوجود مرشحين من سلاك مختلفه، من عفوا المسالك مختلفه، وكاين ممثلين ديال المرشحين، ومعنا استاذ المدون، ومعنا استاذ يمثل المراقبين، ثم السيد الملاحظ. انا مرشح من ثانويه هي خياطه كنمثل التلاميذ ديالنا. انا جيت لهنا باش نحاول نفتح الحقيبه لكن ما بغاش تفتح، جات باقا كما جات من المديريه الاقليميه ببرشي. هاد الاظرفه راه محكمه الاغلاق، مسلك الفيزياء 12 مرشح، ظرفان داخل هاد الظرف الكبير، الظرف الكبير داخل ديالو ظرفين. كيف قلنا داخل هذا الظرف هذا كاين ظرفين، هذا مادة شعبة مسلك الفيزياء مادة الرياضيات، هاد الظرفين هنا هما الظريفة اللي غادي نجبدو الآن من هاد الظرف الكبير، غاتحل حتى القاعات أمام أيضا مرشحين ومراقبين. اضطر ندخلو القاعات باش ما يتخلطوش لنا طبعا حتى واحد ما عرف المحتوى. لا مزيان الفكره، احنا ما عارفينش المحتوى. بالنسبه للمحتوى اللي داخل الاظرفه الصغرى اللي داخل هذه الاظرفه الكبيره، حتى واحد ما تيعرف المضمون الداخل ديالها، حتى واحد ما شاف الاوراق ديال الاجراء. الان بعد ما توزعوا الاظرفه على الاقسام غادي ندخلوا لاقرب قسم كنموذج بحضور السيد الملاحظ مع رئيس المركز الامتحان ونحضروا العملية الفتح. أنا
عمليه فتح الاظرفه تيقوم بها الساده المراقبين بحضور مرشحين باش يشوفوا ويكونوا يعينوا ان الظرف محكم الاغلاق. نعم. توقعوا التلامذ اللي شافوا في محضر فتح الاظرفه بالقاعات بحال كيف وقعوا في نعم في الكتابه. لا تكلم عادي. الآن سيد المراقب غادي يفتح بعد ما تأكدوا المرشحين بأنه راه مغلوق، وغادي يشوف ما بداخل هذا الظرف واش منطابق مع اللي مكتوب في الظرف، يعني واش المادة هي هذيك واش المهمة ديال المراقب كتقتصر على ملاحظة ديال الجودة ديال الامتحان في مركز معين ديال الامتحانات، بمعنى أي ما يتعلق باللوجيستيك والتأييق والتوفير ديالها من طرف الطاقم الإداري والتربوي ديال المركز على رئاسة برئاسة رئيس المركز والطاقم الإداري اللي كيتكون اللي كيكون الكتابة اللي عندها الدور ديال التسليم تسلم ديال أوراق التحرير والترتيب ديالها ومراقبة الغياب والتوقيع ديال المترشحين، زائد الترتيب ديالها كما قلت على حسب الشعاب على حسب المسالك، ثم التوقيع ديال المراقبين داخل القاعة، ومن بعد ذلك يتم وضعها في أظرفة كيتم الختم ديالها من طرف السيد الملاحظ والسيد المركز رئيس المركز بالإضافة للمداوم وعضو من الكتابة، ومن بعد كيتم إغلاق ديالها بإحكام ثم وضعها في أكياس بلاستيكية معقمة لإرسالها للمديرية اللي بعد كتمشي للأكاديمية باش تمشي للكتابة الخاصة ديال التصحيح. عموما يعني في المركز اللي كنتواجدوا به الآن فهو يعني عموما جميع المسائل القبلية ديال الامتحان ديال الإجراء متوفرة الحمد لله. تقوم بزيارة المؤسسة يعني الاتصال برئيس المركز سيد الملاحظ المراقبين ثم يعني مراقبة جودة الإجراء، كيف تسير العملية، كيف تتم، يعني كيف تدبر الأمور، هل هناك يعني احترام الإجراءات والتدابير الاحترازية، ثم جودة الإجراء يعني كيف تسير الامتحانات وكيف تجري، وبعد ذلك يتم رفع تقرير إلى السيد المدير الإقليمي حول ما تمت ملاحظته وما تمت مشاهدته. إحنا كفاعلين جمعويين بهذه المنطقة يعني أصلاً عن نفسي وعن باقي جمعية المجتمع المدني والإخوان، إحنا اليوم جينا لهذه المؤسسة باش نشاركوا السيد رئيس المركز الثانوي التأهيلي الخيطة باش ننجحوا إن شاء الله هذا الاستحقاق الوطني، ونكونوا يعني فعالين باش إن شاء الله التلاميذ ديالنا والتلميذات ديالنا يكونوا ان شاء الله يعني يرجعوا للمنازل ديالهم بواحد الصحه جيده. الدور ديالنا في هذه العمليه وهو يعني كتكون يعني احنا خصنا نحضروا قبل التلاميذ بواحد المده ديال نصف ساعه يعني على الاقل، وكنحضروهم انطلاقا من اللي كينزلوا من الحافله ديال النقل المدرسي مرورا يعني كننظموهم عن طريق يعني واحد يعني مع احترام مسافه الامان اللي كتكون متر او متر ونصف، ثم الى دخولهم الى المركز. بالنسبه للماده اللي دوزنا اليوم ديال الرياضيات كانت طويله بزاف وخاصها الخدمه بزاف، خاصك تكون عارف شحال من حاجه، وكانوا لي بياج، الا ما كنتيش عارف لي بياج ديال التمرين ما يمكنش تخرج. هاد المرحله الاخيره ملي تيكمل وقت الاجراء القانوني وتتضرب الجرس تيبداو يجيو الاساتذه المراقبين تيجيبوا لنا اوراق التحرير. كيف تلاحظوا السيد عضو مكتب الكتابة راه تيراقب الأرقام، خصها تكون تصاعدية ومرتبة، وتيراقب أيضا توقيعات السادة المراقبين، ومني تيتم هذه المراقبة هذه
تجمع اوراق التحرير تدخل في الظرف الصغير اللي كان ديال القاعه هو هو مطبوع ديال ورقه الحضور ومطبوع الاجراء. مثلا ناخذ على سبيل المثال مسلك علوم الحياه والارض عنده عدد اضرفه القاعات اللي كان بداخله ثلاثه، كاينين ثلاثه. ايضا بالنسبه للمسالك الاخرى مثلا مسلك علوم علوم فيزيائيه عنده عدد اضرفه القاعات بداخله جوج، خصهم يكونوا جوج.